موجز 13 من التلفزيون المصري، كل عام أنتم بخير. يواصل المواطنون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء احتفالية، حيث تمتلئ الحدائق والمتنزهات بالعائلات والأطفال بمختلف الأعمار. وتتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، خاصة مع تعدد عادات المواطنين في الاحتفال بأيام العيد، من الذهاب إلى المتنزهات والأماكن الترفيهية والتمتع بنهر النيل والمساحات الخضراء، فضلا عن التوجه إلى القناطر الخيرية التي تعد من أهم المقاصد السياحية بمصر، خاصة في أيام الأعياد والمناسبات، لما تشكله من جزء مهم من ذكريات المصريين. استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم 11 من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج. وكان ضيوف الرحمن قد انتهوا من رمي الجمرة العقبة في مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذا وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل، كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والأمن على دفعاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وقد تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 19 طن مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، فقد تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بغزل البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فقد تم ضبط ما يقترب من 9 أطنان، كما تم ضبط 611 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 53 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، فقد تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 22 طن أقمح محلية. قال حاكم منطقة دونيسك بأوكرانيا إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا مصرعهم، ذلك جراء قصف صاروخي روسي طال أحد المباني السكنية. وأضاف حاكم دونيسك أن هناك أكثر من 30 شخصا محاصرون داخل المبنى، بالإضافة إلى إصابة آخرين. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أنه يتعين على أوروبا الاستعداد لانقطاع إمدادات الغاز الروسي بالكامل. وخلال كلمته في منتدى اقتصادي بجنوب فرنسا، أكد وزير المالية الفرنسي أن الحكومة الفرنسية تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي، وهو ما تعتبره الاحتمال الأكثر ترجيحا في خططها المستقبلية. وأوضح أنه يتعين على فرنسا أن تكون حذرة في استهلاكها للطاقة، وأن تقوم بتخزين الغاز والحد من البيروقراطية التي تؤدي لبطء تطوير الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تسريع برنامجها لبناء مفاعلات نووية جديدة. وأضاف أن أول خط دفاعي هو أن تخفض الأسر والشركات استهلاك الطاقة، ثم بناء بنية أساسية جديدة مثل منشأة عائمة لإعادة الغاز المسال القادم من الخارج إلى حالته الغازية.
انتهى موجز الثالثة، دمتم في أمان الله وأمنه.